واش خبارك انه كاينين مناطق في العالم اللي خطيرة بزاف؟ واش خبارك ان هاد المناطق ما يمكنش تطير من فوقهم طائرة او تمشي فيهم شي باخرة؟ واش خبارك ان اي حاجة دازت من فوق هاد البلايص كتغبر، بمعنى ما بقيش كيلقاو ليها الاثار؟ القصة ديال اليوم هي حول اغرب مكان في العالم، واللي العلماء لحد الساعة ما لقاو ليه حتى تفسير. في قلب المحيط كاينة واحد الجزيرة معزولة على العالم، واي واحد كيقرب من هاد الجزيرة كيغبر ليه الاثار. صراحة حتى واحد ما عارف شنو السبب وراء هاد الاختفاءات. الاسم ديال هاد المنطقة هو مثلث برمودا، وكيقولوا ليه حتى مثلث الشيطان. مثلث الشيطان او مثلث برمودا راه هو فعلا موضوع كيخلع، ولكن غادي نحاول نوضح تفاصيله شوية بشوية، داكشي علاش بغيتكم تركزوا معايا. مثلث برمودا هو واحد المنطقة في المحيط الاطلنطي، وكيتواجد بين ثلاثة ديال المناطق هي فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا. المساحة ديال هاد المكان كبيرة بزاف، تقريبا 700 ألف كيلومتر مربع، أي تقريبا فراه هو أكبر من المغرب. داكشي على صديقي بغيتك تخيل أن شي طائرة دازت من فوق المغرب شوية وهي تخبر، وحتى واحد ما عارف فين مشات هاد الطائرة. بصالح العبارة هادشي اللي كيوقع في مثلث برمودا، هاد المنطقة طراو فيها شي حوايج ما يمكنش يصدقها العقل، بحيث اختفوا فيها 300 سفينة و75 طائرة في القرن 19. أي طائرة أو سفينة كتكون غادية صحة سلام حتى كتغبر، فين مشاو الله أعلم. وصراحة حتى واحد ما عارف شنو السبب اللي كيخلي هاد الشيء يختفي وما باقيش يبان. سموه بمثلث الشيطان لأنه كيصحابهم أن الجن والشياطين هما اللي كيغبروا هاد السفن والطائرات، والعلماء والمفسرين ربطوا هاد الشيء اللي كيوقع تماك بالكائنات الفضائية. ولكن مؤخرا بانت واحد السفينة سميتها ماري سيليس، كانت اختفت في هاد المثلث تقريبا في التسعينات، والمفاجأة أنهم لقوها باقي خدامة وكل شيء فيها مزيان، ولكن الطاقم ديالها حتى واحد ما كاين. حاجة أخرى هو أنه لا قربتي من هذه المنطقة كيمشي لك الريزو ديال الهاتف، والبوصلة مثلا ما بقيش كتميز بين الشرق والغرب، كتولي كتدور بوحدها. داكشي علاش ممنوع على شي طائرة أو باخرة تدوز من فوق هذا المكان، وحتى لا دخلتوا لشي تطبيق ديال اتباع مسار الطائرات غادي تلقاو أن ديك المنطقة هي الوحيدة اللي ما فوقها حتى شي طائرة. صراحة شيء غريب. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وابون.